انت فين كتمشي فيا؟ كاين شي ما يتخنزر ولا ما كاين والو؟ اش درتي الويد وماطيشه؟ كيف واش داربك الله ولا يسير الضحك عليا؟ واش باقي شي واحد سير ياكل البيض دركو؟ انت ما عارفش شنو طاري في البلاد ولا ما عارفاش البيض؟ حنا ما عرفناه واش هو مشفور ولا مشري، ونجيو حنا ناكلوه. وباش عرفتي انت حلال ولا حرام؟ توكلي ليا انا ودير لينا شي دجيجات محمرين ومع شويه ديال الفريج ودايرين بيهم شي لبرقوقات تدير ليا البيض. توقع لا ما في خبارك والو واقيل. ترى المغرب كامل مقلوب على قبول داك المي. ما سمعتيش باللي البارح داك البرلماني اللي كبير ادات لي واحد الخدامه ادات لي شي 1000 بيضه؟ اي ادات لي 1000 بيضه كرمات الزوبي واحد تكريمه ما نعاودش لك. امسكين تفقس دارت لي الفقسه في القلبه. اي اودي سكيم قافيه وابقى فيا الصراحه، ويا راه عطاوها عام ديال الحبس. اي نافذه امسخوطه الزغبيه تايا ديال التمرميق تايا شاف راه 10000 بيضه تدي هبيله هادي. والله العظيم الا هاد العيالات هادو راه مسخوطات ديات 10000 بيضه عطاوها عام ديال الحبس. اودي ما فاهماش وانا مسكين بقى فيا خرج قدام الصحافه وكيقول لهم ردات ليا البيض خوناتو ليا، واللي شفر بيضه يشفر جمل. كاين شي واحد اللي كدي يشفر جملو؟ وسير شفر جمل والله يداي كوغدك الجمل ساهل تشفرو. والله العظيم بالترقيه الا بقى فيا انا هاد البرلماني تبهدل واحد تبهديله ما تبغيهاش لعدوك. اي اتكرفس الزغبي تكرفس، ماشي بحال ديك ليامات واحد خينا خدام في داك لاسينيسيس ضرب 300 مليار. ضرب 300 مليار عرفتي اش داروا لي؟ راه بهدلوه. ويلي اتكرفسوا عليه ديال بصح. علاش من حبستي الله يدي؟ كاين شي واحد شافر رزقه ويديو لحبسو؟ تي واقيلا لهبلتي، ترى شافر 300 مليار يدخل المحكمة يحترمو. اي ما يقدوش يهضروا معاه. او كاين شي واحد يهضر معاه في هاد البلاد السيبان مزيان تبارك الله. او واحد شافر 300 مليار رزقو حلالا طيبا عليه شي واحد يديلي اجروا عليه من الخدمه وخلوا ليه 300 مليار يبقى يضرب فيها تيموت وبخير السعاده. او يشدو كاين شي واحد عنده 300 مليار يشدو راه لا دخل الحبس غيدخل غاني لاباس عليه قال الحباس يحترمو. اي الحشمو يعيطوا ليه للمحكمه ما يقدروش. ماشي بحال هادي شاف راه 10000 بيض راه خاصهم يعطيو عامين واحد غيلاقى معاه. شاف راه 10000 بيض وانتي انسان اللي ما كيفكرش راه هاكا كيطرى ليه. لبغيتي ديما تشفرش فرش حاجه اللي هي تكون كبيره قد قداش. شاف راه بيض او مزيان وانا بقى فيه مسكين هاد البرلماني هادي ضرب تمار على داك البيض تقول كان كيبيض فيا وراه يبيضو مع داك الفورما اللي عطاه سيدي ربي. هو راه مسكين انا راه بقى فيا بالترقيه ملي ديك النهار بغى يدير الشركه وما عطاوش الرخصه راه حرق راسو. حرق راسو شعل في راسو العافيه ماشي كله زري. طيب غير من جهه وحده والجهه اللي هنا تلعب سيدي ربي. راه دابا اللي بغى التقضى ليه المصلحه ديالتو ما عليه الا يشعل في راسو العافيه. يا غيز راسو حق مولا لا تتقضى لك الحاجه ديالتك. يا مسكين هاد البرلماني اللي تعدات عليه هاد السيده اللي دات لي 10000 بيضه دعيناها الله حشومه عليها حشومه عليها دي السيد 10000 بيضه ومسكين يضرب فيهم تماره كيمشي مسكين للخدمه يضرب تماره تيعرف عاد مسكين يجير البرلمان وين غير شويه يرتاح واحد 8 ديال السوايع. مسكين مالو على حالتو مسكين راه شوفو حالتو كي دايره شوفو وراه من حقه يتابعها من حقه خاصو يتابعها.
او تفر لي 10000 بيضه او ماناش سيبه في البلاد. واحد شافر 300 مليار ايوا راه خاصهم يغيزوا له، خاصهم يعطيوه 4 سنين مزيان تبارك الله. ودوك راه رشقوا فلوسه في الشارع، فلوسه هو ضرب عليهم تمارة من صغره، هو يضرب عليهم تمارة. غا هي راه ما كانتش خاصها دير لي 10000 بيضة في هاد الظرفية، هرسات لي انتخابات ديالو. هرساتهم لي، وراه مصيفته هو ما يخرج في التصاريح ويتكلم مع الصحافة ومع المواطنين ويقول لهم راه ادات لي 10000 بيضة، واللي شفر بيضة يشفر جمل. بنادم راه وجهه صحيح، والله العظيم الا وجهه صحيح، ولكن سره سره تا هي. دابا تلقى السؤال مطروح في المغرب كامل، ولنو الضجه واللي كيتكلموا عليه المغاربه كاملين وجميع الصحفيين ديال البلاد كامله، تيقولوا داك البيض اللي شفرات لي ديك الخدامه واش هو مقلي ولا مسلوق. انا قلت لهم راه وقال مشوي. راه مشوي، مشوي اشواته المسخوطه في الكبده ديالو. ابقى فيا الزوبي، والله العظيم الا بقى فيا. والله يرحم لكم الوالدين الاخوان، حاولوا لو بغيتوا تشريوا البيض عرفوه واش هو مشفور ولا مشري، اي باش ما تاكلوش الحلال والحرام. لا قولوا الحلال الحرام. لا الله يرحم لكم الوالدين. والبيضة مول المهم الاخوان جبتها بلا سيرونا بارطاج لهاد الفيديو مع اخوتكم ومرحبا بكم. حنا كن شكون البيضة مور مور ديتها بلا سحور ويا كديرو الزين ضحكوا ليا انا معاكم ديما والله العظيم اللي واقع. خاصني نمشي للستاندار ما كيغنيوش فيه، واش كيديروا فيه؟ كوميديا. انا ما عنديش مع الكوميديا.